اصحابي واصحاب الكره الاهلاويه لكم مني احلى تحيه. معنا في الفيديو دوت كلمه المايسترو والماجيكو محمد ابو تريكه بالنسبه لجوارديولا وكمان النادي الاهلي مانشستر سيتي وجوزيه، وكمان معانا اخبار عن المستشار والكابتن علي ماهر والعداوه اللي بينه وبين النادي الاهلي اللي ما نعرفش ليه، واخبار تانية كتير. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم وصلي على نبينا الكريم. اخوك اهلاوي، اشترك معايا يا اهلاوي يا محترم. نبدأ على طول باللي قاله المايسترو والماجيكو الكابتن محمد ابو تريكا. كابتن محمد ابو تريكا قال لك فريق السيتي تحت قيادة جوارديولا يشبه الاهلي مع مانويل جوزيه، كان العامل المشترك هو السعي الدائم لحصد البطولات. الجيل بتاعنا كان يعاني من وجود بعض اللاعبين الذين يشبعون بعد الفوز بعدد من الألقاب جوزيه كان بيمشي النوعية دي من الفريق بسرعة. فكده الكابتن أبو تريكا بيشبه جوارديولا بجوزيه، لأن جوزيه الأقدم، لأن جوارديولا كان تملي بيدور على الحافز الجديد لكل لاعب عشان يجيب له هدف جديد عشان يلعب بيه. فالواضح ان جوارديولا بيعمل الكلام ده دلوقتي، ان اللعيب اللي هو فطر عنده نهم المكسب فبيحاول يمشيه عشان يجيب ناس عندهم شغف انهم ياخدوا بطولات من اول وجديد. واسقط الكلام عليه وعلى مانويل جوزيه واللعيبة اللي كان بيمشيهم. ده طبعا كلام كابتن ابو تريكا عن جوارديولا ومانويل جوزيه والجيل بتاعه والجيل اللي معه مانشستر سيتي دلوقتي. نيجي ونقول الكلام اللي كنا بنقوله زمان ومحدش بيصدقه، بنقول ان الدولة ورا نادي النانوس، الدورة ورا نادي النانوس. الموسيقار امبارح طلع بلسانه وقال الدولة عاوزة مجلس الزمالك يكمل ومش هيتحل ومحدش فيكو يقدم اعتذاره، عشان ما يجيش واحد زملكاوي يقول لي مفيش حاجة اسمها الدولة ومش الدولة واحنا محدش والمظلومية والشغل ده كله اللي بيعملوه بلقم وكهن عشان ياخدوا زيادة ويبتزوا الدولة بالزيادة. نيجي الأستاذ الفنان المايسترو علي ماهر. الفنان علي ماهر بيقول لك بيراميدز أقوى فريق في أفريقيا، فلو هو بالشكل ده مدرب وبيعتقد ان بيراميدز اقوى فريق في افريقيا، فاكيد يعني هيكون زيه زي بيراميدز واقع في كل حاجة، لان بيراميدز السنة دي خرج على ايد نادي درجة تانية في جنوب افريقيا ومعرفش يتخطى النادي الدرجة التانية في جنوب افريقيا. والا انا اتفرجت على النادي ده اللي معظم لعبته كلهم قصيرين، وكان بقى فريق بيراميدز مليان نجوم وفلوس متلتلة وشيل من هنا وحط من هنا وهات من هنا وحش هنا عشان خاطر في الاخر ما يطلعوش باي بطولة ويطلع لنا واحد قيمته زي قيمة بيراميدز لا شيء في بطولات من 5 سنين يقولك بيراميدز اقوى فريق افريقي في الوقت الحالي، وكمان فارض علينا انه يكسب بطولة السنة الجاية. مش عارف هل هي المسابقات عندنا في مصر للبطل ولا بالمنح؟ ده اللي السؤال اللي بنقول الأستاذ علي ماهر وكل اللي عاوزين ان البطولات بالمنح مش بالبطل. بيقولك اتحاد الكورة نازل قرار اول مرة اشوف حياتي ان صاحب المركز الاول في دوري الدرجة التالتة يلعب في الدوري الممتاز. صراحة لما تسمع اخبار زي دي منطقية لا منطقية سوري لا منطقية، فاعرف ان اللا منطقية تملي تشتريها الفلوس. الجميل ان في نادي الزمالك في ناس ممكن تتكلم بصوت العقل زي شادي حسين، وطبعا عليه ما عليه، لكن بيتكلم بمنطقية. راجل بيقول لك المستشار بيقول 100 مليون جنيه في البنوك في رصيد الزمالك لكن محجوز عليها من ممدوح عباس، حط ما بين قوسين وبيقول لك المعلومة الحجز من قبل الضرائب مش ممدوح عباس على 100 مليون. بيقول لك هناك 130 مليون جنيه فلوس الرعاية، وبيقول لك فلوس الرعاية دي جاية من الموسم الجديد اللي اتاخد منها 30 مليون عشان خاطر تسديد القيد. بيقول لك هناك فلوس كهرباء 100 مليون والمعلومة ان الغرامة حدودها 75 وطبعا كهرباء ما دفعش.
فالواقع بيقول ان الزمالك في ازمه ماليه قاسيه، والخروج منها محتاج اداره لا مركزيه، يعني الكلام الكتير ده اللي بيتقال في الزمالك ومفيش منه رجا ولا في منه اي حلول. وعلى طول على طول هيفضل كده الزمالك، على طول في ناس بتحاول تحل وفي ناس ما بتحاولش تحل، وفي ناس قاعده في النص حاطه مياه ايديها في ميه البطيخ. نيجي انا بقى في الخبر اللي جاي ده، بكلم كل زملكاوي عاوز يحط ايديه على المشكله، اجي انا هجيبها لك واقول لك مشكلتك حطها في المنطقه دي، المنطقه دي هي اللي فيها المشاكل وانت دور على حلول. وانا اتمنى ان انت ترجع للمنطقه السلبيه وما تدورش على حلول، لان وضع الزمالك بالشكل ده يريحني انا كاهلاوي. بس كضمير واحد اهلاوي عاوز يحسن الكره المصريه كلها، من ضمنها خصمي، عشان يعرف يفوق واعرف الاقي منافس ليا بدل ماليش منافس في الدوري. بيقول لك المستشار مرتضى منصور، بيقول لك بقول لحازم امام وايمن يونس وفاروق جعفر وشيكابالا، انتم حبايب ممدوح عباس، روحوا له واطلبوا منه يرفع الحجز، لاني ضحيت بالكراسي من اجل الزمالك. هنا مش هتكلم عن ممدوح عباس حاجز ولا مش حاجز، والضرايب حاجزه ولا مش حاجزه، لكن هتكلم في اول نقطه، لما هو اجتمع بمجلس الاداره امبارح، هل هو معزول ولا مش معزول؟ طب وهم راحوا له ليه لما هو معزول؟ طب ولو مش معزول ما اجتمعش في نادي الزمالك ليه؟ حل لي المشكله دي وابدا منها. الحاجه الثانيه بيقول لك ممدوح عباس يحل المشكله. طب لو ممدوح عباس يحل المشكله، ما يجي على نادي الزمالك ويمسك الزمالك ويحلها، لان اللي موجود مش عارف يحله وبيطلب ناس وسطة هم اللي يحلوا. نيجي للموضوع الثالث، شيكابالا، ايمن يونس، حسن شحاته، فاروق جعفر، الناس دي كلها ايه هي صفتها في نادي الزمالك؟ ان هي تكون وسيط وتروح تطلب من حد خارج إدارة نادي الزمالك يحل لهم مشاكل نادي الزمالك. لو عرفت تلف اللفة ديت وتتلخبط الخلبطة ديت وتحل أمورك، بعد كده الزمالك هيستقيم وهيعرف ينافس. أنا بحاول أقول لك ما على مشاكلك عشان تحط إيدك عليها، لأن نوعيات المشاكل المعقدة والمكلكعة دي عمرها ما هتلاقيها عندنا. نيجي للأستاذ العبقري اللي كان زمان يقول لك معتز الشامي هيجيب يافطة القرن، الزمالك بطل القرن وحقوق كهربا ومش كهربا، وكنا بنقول إن هو نخاع زي كتير بينخعوا وبيضحكوا وبيوهموا إخواتنا الزملكاوية على أساس إن هم أبطال وهيجيبوا وهيعملوا، وفي الآخر بيعشموهم وفي الهوا بيطيروهم. المستشار بيقول لك معتز الشامي عملت ايه للزمالك يا مليونير؟ انت قلت كهربا يتوقف حتى لو دفع وطلعت كذاب. مين اللي بيكذب؟ سيادة الموسيقار. وقال ايه؟ قال له ان هو كذاب، واحنا قلنا قبل كده ايه؟ قلنا اللي هو كذاب، لكن انتوا بتحبوا تاكلوا الكذب وتعيشوا الوهم وتصدقوه. كفايه الفيديو لغايه كده 8 دقايق وانا خلصت اللي عندي النهارده، ولو في اي شيء جديد هنزله شورتس على اليوتيوب النهارده. سلام عليكم.